ميدو يفجر المفاجأة بخصوص غرامة كهرباء، وهل سيتم إيقافه مرة أخرى مع الأهلي؟ حيث أكد أحمد حسام ميدو مدرب ولاعب الزمالك السابق أن محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الأهلي يضع إدارة القلعة الحمراء تحت ضغط كبير. وقال ميدو خلال تصريحات عبر قناة المحور أن كهرباء يضغط على إدارة الأهلي بتألقه في المباريات وتسجيله للعديد من الأهداف، وأضاف أيضا كل ذلك يجعل إدارة الأهلي مجبرة على مساعدة كهرباء في دفع الغرامة إذا استمر كهرباء في تألقه، يزيد من الضغط على إدارة المارد الأحمر. وأردف قائلا كهرباء لديه الحق إنه يستمر في اللعب ولا يتعرض للإيقاف لأنه يريد تسديد الغرامة الموقعة عليه على الأقل في 5 أو 6 أشهر القادمة. وأكمل قائلا اللاعب يستطيع تمديد سداد الغرامة لمدة 5 أشهر أو 6 أشهر لأنه بإمكانه أن يطلب حيثيات القرار حال تم إيقافه مجددا، ومهلة 60 يوما تبدأ بمجرد أن القاضي يرسل الحيثيات الخاصة بالحكم. ووصل قائلا طوال الفترة الماضية القاضي لم يرسل حيثيات الحكم لكهرباء، ورد القاضي سيصل في خلال شهر من اليوم بعدها بداية مهلة 60 يوما. وأكمل قائلا ما يهم محمود عبد المنعم كهرباء في الوقت الحالي تجميع المبلغ الخاص بالغرامة الموقعة عليه. وتابع أيضا الزمالك أولا وأخيرا سيحصل على أمواله من كهرباء، ولكن اللاعب معه على الأقل 5 أشهر يستطيع أن يلعب فيها. واستكمل قائلا كهرباء أمامه 21 يوما للطعن في المحكمة الرياضية مقابل 100,000 فرنك سويسري للطعن على قرار فيفا أو التظلم على قرار فيفا، وهذا ما سيفعله اللاعب. وأتم قائلا كهرباء سينتظر حتى يوم 18 أو 19 إبريل الجاري ويقوم بتقديم طعن أو تظلم، وإذا تم قبول الطعن وقتها كهرباء سيكون أمامه 5 أو 6 أشهر.